لم يكن الناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون مشكلة في العثور على إجابات لأسئلتهم أو في الحصول على فتاوى في أمور دينهم ودنياهم، ففي المدينة كثير من العلماء يعلمون الناس ويفتونهم دائما، وأهم هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة، أعلم أهل المدينة وأكثرهم فقها. وكان من هؤلاء السبعة التابعي الجليل والعالم الكبير عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ما كل هؤلاء الناس؟ لماذا يتجمعون حول هذا العالم ولا يذهبون إلى عالم آخر؟ ألا تعرف من هذا؟ إنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. حقا؟ بالطبع سمعت عنه، إنه عالم وشاعر وتقي وعلى خلق حسن. فهمت الآن لماذا يجتمع حوله الناس. هذا هو الحديث العاشر الذي يؤكد فتواي، إضافة إلى الآيات السبعة التي قرأتها في بداية حديثي. يا عبيد الله، ما أعظم علمك وما أقوى ذاكرتك، تحفظ كلام الله وكثيرا من الأحاديث. إذا لم أستفد من هذه الذاكرة القوية في التعلم وحفظ القرآن والأحاديث أكون خائنا للأمانة التي ائتمنني الله عليها. أسمعنا أبياتا من شعرك، نعرف أنك شاعر كبير وعالم فقيه. هذه حلقة علم أيها الشاب، للشعر أماكن أخرى يقال فيها، إنما أجلس هنا لأفتي الناس وأبلغهم ما علمت من كتاب الله وسنة نبيه. لي سؤال إذن يا سيدي. تفضل يا أخي، وأرجو أن يوفقني الله في الجواب الصحيح. كان علم عبيد الله الواسع يثير إعجاب الجميع، ولم يكن يبخل على أحد بهذا العلم، ولذلك كان من تلاميذه كثير ممن أصبح لهم شأن كبير بعد ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز واحدا من تلاميذه عندما كان واليا على المدينة المنورة. واعلم يا عمر أن الدنيا زائلة، وأن خير المتاع والزاد هو العمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيعني هذا أن أزهد في الدنيا وأتخلى عن زينتها؟ يقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن يجب أن تؤدي حق الله بأن تشكره على نعمه. الحمد لله والشكر لله، والله يعلم ما أفعله من خير للفقراء والمحتاجين، ولا أريد أن أعلن هذا حتى لا أكون مرائيا. امرأة لها شكوى تريد الدخول يا مولاي. أتسمح لي بلقائها يا شيخي الجليل؟ بل آمرك بهذا، إنك والي المدينة ومن واجبك أن ترعى أهلها. أصبت، أدخلها فورا. أعانك الله على مسؤوليتك يا عمر، الولاية ليست أمرا سهلا، وإن كنت أظن أنك أهل لهذا المنصب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما الأمر يا أختاه؟ بينما أنا نائمة في منزلي ليلا، قفزت قطة من قطط جارتي من نافذة غرفتي وعضت يدي، وأنا أريد أن أخذ حقي منها. من القطة؟ بل من جارتي، فلو كانت أطعمت هذه القطة بما فيه الكفاية لما عضتني. أريد أن أسألك سؤالا، ماذا تناولت من طعام في العشاء؟ وما علاقة هذا بشكواها؟ علاقة قوية سترى. ها أجيبي يا ابنتي. تناولت مع أبنائي دجاجا وخبزا. حسنا، هل غسلت يديك بعد الطعام؟ لا، لم يكن لي وقت، فقد كنت متعبة من العمل طوال اليوم في المنزل،
ونمت سريعا. ليس لهذه المرأة حق ولا ذنب لجارتها، وهي المسؤولة عما حدث لها. لماذا؟ أمن الخطأ أكل الدجاج؟ بل من الخطأ عدم غسل اليدين بعد الطعام. لقد نمت وفي يديك بقايا من دهن الدجاج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، والغمر هو الدهن، فأنت المخطئة وليست جارتك. لولا وجودك لأمرت بإحضار جارتها لأعاقبها، لم أكن أعرف هذا الحديث. ألم أقل لك إن مسؤوليتك كبيرة؟ ولهذا لن أتخذ أي قرار إلا بعد الرجوع إليك يا شيخي الجليل. لقد حان وقت الدرس، ينبغي أن أذهب إلى المسجد بسرعة، وسأمر عليك في وقت آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا كانت العلاقة بين عبيد الله وعمر بن عبد العزيز، علاقة تضرب مثلا في احتياج ولاة الأمر للعلم وثقتهم بالعلماء. كانت لعبيد الله منزلة رفيعة عند عمر بن عبد العزيز، ولذلك كان عبيد الله يذهب إليه في أي وقت ويحل عليه متى شاء. ولكن ذات مرة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بعالمنا الكبير. هل عمر بالداخل؟ أريد مقابلته. عذرا، ولكن مولاي عمر يجلس مع بعض الناس بالداخل، ولا أظن أنه يستطيع مقابلتك. حسنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي اليوم التالي علم عمر بما حدث، فماذا كان يا ترى رد فعله؟ أتمنع عبيد الله من الدخول علي؟ ألا تعرف أنني أمرت أن يدخل ويخرج كيفما شاء ووقتما شاء؟ آسف يا مولاي، آسف. ما الذي يمكنني أن أفعله لأصلح هذا الخطأ؟ لن تفعل أنت هذا، بل أنا سأذهب إليه حالا. اعتذر عمر بن عبد العزيز لعبيد الله عما حدث، وطلب منه أن يعفو عنه. أعرف أنك غاضب مني، ولكني أعدك ألا يتكرر خطأ كهذا. لم يكن هذا خطأ بسيطا يا عمر. أعرف أن نفسك عزيزة وكرامتك أهم عندك من أن يمسها أحد، ولكن لم أكن أقصد أن أمنعك من الدخول علي. ليست المسألة كرامة فقط يا عمر، أنت والي المدينة، وإذا لم يتمكن العلماء من الدخول عليك فلن تجد حولك من العلماء من يعينك على أمور دينك ودنياك. أصبت يا سيدي، أكرر أسفي واعتذاري، وسيظل بابي مفتوحا لك في أي وقت، لي أنا ولكل العلماء والفقهاء. بالطبع سيحدث إن شاء الله. والآن أيمكنك أن تسمعني شيئا من شعرك لأستفيد به ولأتأكد أنك قد عفوت عني؟ حسنا، سأقول لك أبياتا كتبتها لك خصيصا حتى تعلم أني لست غاضبا منك. أسمعني يا شيخي. باسم الذي أنزلت من عنده الصور، والحمد لله. أما بعد يا عمر، إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر، فكن على حذر، قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المحتوم وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر. فما صفى لامرئ عيش يصر به، إلا سيتبع يوما صفوه كدر. نصيحة غالية يا معلمي عبيد الله، لقد أعطيتني درسين في يوم واحد. ابتلى الله عالمنا الجليل عبيد الله بالعمى في آخر عمره، ولكنه صبر واحتسب الأجر عند الله، ولم يكن يزعجه إلا أمر واحد. مرحبا بشيخنا الجليل، لابد أنك متجه إلى المسجد، أليس كذلك؟ بلى يا بني.
دعني أساعدك إذن، فقد كنت في طريقي لحضور مجلس العلم الذي تقيمه. بارك الله فيك يا بني وأدام عليك نعمة وأعانك على ما أصابك. ليس حزني على فقد بصري، فهذه إرادة الله، ولكن ما يحزنني أمر آخر. خيرا يا سيدي. يحزنني تخلي الأصحاب والأصدقاء عني. أعلم أن الدنيا قد تشغل الإنسان، ولكني أشفق عليهم، لأنهم عندما يبتعدون عني وأنا في محنة كهذه فهم يضيعون فرصة عظيمة من بين أيديهم. فرصة؟ أي فرصة؟ فرصة الثواب الذي أعده الله لمن ساعد أخاه أو وقف بجواره. الوحيد الذي لا ألومه هو عمر بن عبد العزيز، لو كان ما زال واليا على المدينة لما فارقني، ولكنه الآن في دمشق، وفقه الله وأكرمه. هيا هيا، سيؤذن المؤذن الآن، خذ بيدي إلى صفوف المصلين. وعندما تولى عمر خلافة المسلمين سنة 99 للهجرة وأقام بدمشق، كان يتمنى أن يكون بجواره معلمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. مولاي أمير المؤمنين، أتاني الآن خبر من المدينة المنورة، لا أظن أنه سيعجبك. خيرا، ماذا حدث؟ لقد توفي العالم الفقير عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله شيخي الجليل. اللهم تقبل معلمي عبيد الله في عبادك الصالحين، واحشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وارفع درجاته في جنتك يا أرحم الراحمين. رحم الله العالم الكبير والشاعر الفصيح والتابعي الجليل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.